السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناة يومية المسلسل. فين احنا كده؟ احنا لو في محافظة اسكندرية. النهاردة بقى احنا في الوديان، وجولتنا النهاردة في شارع الاسنان. وجاهة كده من عند طريق الماكس، ظهري كده هيبقى في الحفاجة كده، داخلين على الاسنان. حتى دي كمان بيسموها الساعة. نمازج جسيم، هي شمس بس ضربه فيا، فاخبار التصوير ايه؟ ان شاء الله يطلع كويس، لان الشمس ضربه مش عارفه ايه اخبار التصوير. ده المسجد، مسجد معروف كده. كده على شريط الترام القديم طريق الماكس. مشيت معاكم من هنا كده لغايه ما نيجي للشارع، زي ما الجولة مطلوبة بالظبط، من عند محطة الساعة وطريق المكس. الشمس جامدة قوي. كان هنا بقى اخر محطة للترام، كان ده مخزن كده تقريبا، كان مخزن الترام زمان حسب معلوماتي يعني. او معلومات اللي جنبي لو كان بيضللني. طيب كده قربنا على شارع الاسنان، الشارع اللي جاي ده كده على شمالنا كده. انا بكمل بقى خط العجمي، ده في ظهري كده هيبقى خط البلد. لو انا عايز ارجع على اروح بقى الاسداري والمحطه والمنشيه وكده، لكن انا كده هي كده، يبقى انا طالع على العجمي. خط بقى النفس الاول، وبعد كده الترمينا، وبعد كده بقى خط العجمي. الشارع كده اوله هيبقى حلواني ثالث. ادي الشارع شارع جميل جدا، شارع حيوي قوي طبعا، معروف قوي في الورديان، من شوارع الورديان المعروفه، زيه زي الافال. نجي كده شوية، بصوا ما شاء الله الشارع عامل ازاي. اوله كده هيبقى طريق الماكس، اخر كده هيبقى داخلين على المتراس الامير لؤلؤ.
طلباتكم اوامر زي ما قلت لكم كده حسب ما يتقال الجوله من فين لفين بالظبط. عندي طريق معدي بس العربيه دي كده الماكس ماشيين خلينا كده بالظبط. حد ما يسرقش على الباب صح؟ وانت عندك ايه؟ يعني كده شويه الخطة اللي جاية دي هتبقى الترام محطة الطويل. وادخل بقى من ناحية عند الترام كده الشارع اللي جاي ده اللي هو شارع التراب. هدخل من ناحية اليمين يبقى انا داخلة كده على ميدان السنية. هدخل شمال يبقى انا هكمل بقى على هنزل على خفاجة وانزل بقى على طريق الورديان بقى من الناحية التانية. حطيت الجلاء الشمس بس مسيحة دماغي فبستعيد بفتكر. ايوه بعد محطة خفاجة قبلها اللي هي محطة الجلاء بعدها من هنا. خشنا يبقى في الكنافة على طول هو جاي كده من هنا. واجي كده خط الطويل كده بقى بدخل على الخفاجة زي ما بقول لك محطة خفاجة وبعدها الجلاء من ناحية وعكس كده هيبقى ميدان الصينية. عندي بس كده هبصوا كده وكده هيبقى الصينية وكده بكمل على هيبقى الأمير لؤلؤ آخره كده هيبقى الأمير لؤلؤ. اخر كده هوديني على شارع الامير لؤلؤ. هناك كده زي ما قلت لكم هيبقى شارع الامير لؤلؤ. Thank you.